تعد فكرة اعتماد مادة تلاوة القرآن الكريم في النظام التعليمي بالمؤسسات التعليمية التابعة لوزارة التربية والتعليم في مملكة البحرين لطلاب الحلقة الأولى خطوة متميزة لتشجيعهم على حفظ كتاب الله عز وجل وتلاوته وتجويده. كما تعد خطوة لترسيخ لغتنا الأم اللغة العربية وضبط مخارج حروفها. المزيد في التقرير التالي. أصوات بريئة وحنونة ترتل بكل جمال عند قراءة القرآن الكريم في حصة التلاوة بالفصل الدراسي، حتى حازت بعض الطالبات المتميزات في القراءة على لقب ملكة التلاوة، فالمدرسة المخولة بتعليم الطالبات على قراءة القرآن الكريم تحرص على تعليمهن مخارج الحروف بلغة عربية سليمة. في هاي العمر يحتاجون تلاوة ويحتاجون أن يكتسبون مهارة التلاوة والتجويد، ولازم نعزز فيهم اللغة العربية. ضروري أن احنا نعزز اللغة العربية ونشجعهم أنهم يقرون قرآن دائما ويكون جزء من روتينهم اليومي. وتحديدا الآن يعني في شهر رمضان المبارك أحاول أخليهم يقرون ويحفظون القرآن ويحفظون بعض الآيات والسور من القرآن الكريم. القرآن الكريم يعزز اللغة العربية، وخاصة في هاي المرحلة من التأسيس يحبون يقرون القرآن، تكون اللغة سريعة الاكتساب. يعني اللغة العربية من في القرآن يكتسبونها أسرع من ناحية اللغة العربية والقرآن. أسلوب جديد لتخريج جيل يتمتع بلغة عربية سليمة، ففي هذا الدرس يتفاعل الطلاب والطالبات بشكل كبير أثناء الحصة لإيمانهم المطلق بأن القرآن جزء أصيل ورئيسي في ديننا الإسلامي، بالإضافة إلى دوره الكبير في تعزيز اللغة العربية والقراءة الصحيحة في حياتهم اليومية. أنا مستانسة وايد أن إحنا في رمضان ومعلمتي علمتني أن إحنا شلون نقرأ قرآن، وكل يوم أقرأ قرآن مع أمي في البيت، ساعات أقعد مع أخواني الصغار وأعلمهم شلون يقرون قرآن. أنا مستانسة في حصة التلاوة لأن معلمة سارة تعلمني القرآن. معلمتي علمتني التلاوة، صرت الحين أعرف أقرأ قرآن وقت الصلاة في رمضان، ومعلمتي علمتني وايد أشياء. هذه الدروس التي تقدمها المؤسسات التعليمية والتربوية التابعة لوزارة التربية والتعليم في البحرين تطرح بأسلوب متخصص ودقيق يعنى بتدريس القرآن الكريم وعلومه وتأسيس الطلاب والطالبات على النطق السليم والفصيح منذ الصغر. تلاوة متقنة وقلوب خاشعة عند قراءة كتاب الله عز وجل في حصص مخصصة لتلاوة القرآن الكريم تقدمها وزارة التربية والتعليم لطلاب المدارس في البحرين لحثهم على قراءة القرآن الكريم بشكل سليم، مع الحرص على تعزيز اللغة العربية لدى الأجيال. خولة القرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.